لان عند عمر سنه بنعمل هيموجلوبين للطفل، ودي حاجه من الحاجات الكويسه جدا اللي عملتها وزاره الصحه، بنعمل نسبه الهيموجلوبين وبيبان الطفل عنده انيميا ولا لا. كتير جدا بيجوا لنا يا دكتور احنا عملنا التحليل وطلع الهيموجلوبين بتاعه 9 أو 10 والام مش واخده بالها خالص، ان يكتشف بالصدفه، ودي حاجه كويسه ان احنا نكتشفه بالصدفه بس عن طريق التحليل. وبنصح اذا ما اتعملش التحليل في الصحه عند عمر سنه نعمله بره، نيفاليويت، نقيم الطفل بس ونشوف اخباره ايه. دي نمره واحد. نمره اتنين، شحوب الوجه. الطفل البهتاني اكتر علامات انيميا هي شحوب الوجه. الطفل دايما قاعد مع مامته، وده مكتوب في المراجع على فكره يا دكتور ايمن. الطفل قاعد مع مامته، الانيميا بتيجي حاجه بتيجي جراديوال، حاجه على مهلها، هي جدا ما بتحسش ان الولد ابنها بهتان. ده اللي مكتوب حتى في نيلسون، بتبقى خدت على لونه، خدت على لونه. يجي حد من الاقارب يزورهم او فترة، حد من الجيران، او يروح للدكتور يقول لها لا ابنك ده لونه شحم، اعملي هيموجلوبين، فيطلع الهيموجلوبين عنده نقص. فدي الشحوب. الحاجة التانية الشحوب طبعا فقدان الشهية، العصبية. ما انت حضرتك اكسجين قليل في الجسم، في المخ وللمخ، فبالتالي الطفل هيبقى عصبي وقدامه في نفس الوقت خمول، عايز ينام، مفيش طاقة، ما عندوش طاقة، التعب لأقل مجهود، يلعبوا كرة مع بعض، يلاقي الولد قاعد يجري جريتين ويقعد جنبها مش قادر يتحرك بالقدر الكافي. الأصعب من كده بقى تأثيره على الوظائف المعرفية بقى، اللي هي الحاجات اللي بتأثر على الجهاز العصبي. ده شيء مهم جدا، وفي بعض الانزيمات المهمة زي ما قلنا بالنسبة للمخ بتعتمد على الحديد، فالطفل تركيزه يبقى قليل، الفهم يبقى ضعيف، الاستيعاب يبقى ضعيف. الولد الأم تذاكر له مش عارف يحفظ، مش عارف يسمع، طبعا هيحصل ايه؟ هيتضرب. الطفل المصري بيتعذب ما بين المدرسة وبين الأم. المدرسة طبعا دروس كتيرة وذاكرة كتيرة، الأم بتيجي تذاكر له، الولد مش مركز، عنده أنيميا، يجي يحفظ مش عارف، بيتضرب مرة واثنين وثلاثة. طب ما تفكرش مرة، طب ما أشوف السبب إيه؟ ليه الولد ده ما بيحفظش كويس؟ ليه الولد ده استيعابه وتحصيله قليل؟ لا ده الولد ده أنت ما بتحفظش، ده أنت خيبان، وبيحصل العنف مع الطفل. أرجوكوا لما نشوف طفل عنده حاجة زي كده أرجوكوا لا نسأل ونشوف إيه السبب.